من معسكر الإمارات على خير بعد ما قضى تقريبا أسبوع في فترة إعداد صغيرة استعدادا للمباراة الأفريقية أمام النجم الساحلي اللي هتكون إن شاء الله في أواخر الشهر الجاري في دور الـ16 ودور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، وبعديها إن شاء الله يستكمل أو تستأنف بطولة الدوري المصري الممتاز. معانا إن شاء الله في الجزء الثاني من الحلقة وهو الجزء الحواري الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ نبيل عمر، هنتكلم معاه أكيد في كل الأمور الخاصة والاستعداد لمنتخبنا الوطني تحت 23 سنة لأولى المواجهات أمام المنتخب المالي يوم الجمعة القادم الساعة 7 بتوقيت القاهرة، وأيضا هنتكلم على منتخب مصر الأول ولقائه الودي إن شاء الله بكرة أمام ليبيريا قبل ما يستعد لمباراة كينيا يوم الخميس اللي بعد القادم ومباراة جزر القمر إن شاء الله في تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة للكاميرون 2021. لكن في البداية تعالوا نتكلم عن آخر الأخبار اللي موجودة عن النادي الأهلي علشان نطمن كل الجمهور الأهلاوي اللي بيتابعنا دايما في آخر الأخبار. بنتكلم على بعثة الأهلي تصل القاهرة بعد انتهاء معسكر الإمارات. الأهلي الحمد لله يعني عاد بالسلامة إلى أرض الوطن بعد معسكر ناجح جدا في الإمارات، اكتفى به مستر ريني فايلر بمعسكر بدون أي لقاءات، وبالتالي هو شايف أن تدريبات فقط أو تركيز على الناحية البدنية والفنية والخططية هي أفضل شيء في الفترة الحالية، والاكتفاء بعدم خوض أي لقاءات ودية بسبب أنه لا يوجد فريق في الوقت الحالي في أي دوري في العالم بيكون بيستعد بمباراة ودية دلوقتي، وبالتالي هو يا إما يقابل فريق قوي يا إما يكتفي فقط بالتدريبات البدنية والفنية للعبته. طبعا لاعبي المنتخب مصر رجعوا يوم الاثنين علشان ينضموا إلى معسكر المنتخب، يعني رجعوا قبل البعثة ب 48 ساعة، وبالتالي البعثة كملت ورجعت إلى أرض الوطن النهاردة على خير علشان مستر ريني فايلر كمان يعني زي ما حضراتكم متابعين هنا وعلى الموقع الرسمي ان هو هياخد 3 أيام اجازه علشان يطير الى سويسرا لقضاء الاجازه مع اسرته قبل ما يرجع تاني علشان يستكمل ان شاء الله المسيره والمعسكر في اولى لقاءاته امام النجم الساحلي في البحث عن كاس افريقيا للمره 9 في تاريخ النادي الاهلي. وبالتالي زي ما قلت لحضراتكم ده كان اول خبر ان البعثه خلاص وصلت بالسلامه نجم الساحلي يوم 29 نوفمبر الجاري. مستر ريني فايلر ادى اللعيبه 4 أيام راحه قبل ما يعودوا للبدء في المرحله الثانيه من فتره الاعداد وفقا للاجنده اللي طبعا بيقوم بها الجهاز الفني وال